السلام عليكم طلاب، إن شاء الله راح نشرح بهاي المحاضرة الانتجريشنز اللي هي التكاملات، وراح نتطرق فقط للنوع الأول من التكاملات اللي هو indefinite integrals اللي هي التكاملات غير المحددة. assume ال U and ال V هي عبارة عن دوال بالنسبة للمتغير X، وال A وال N وال C هي constant ثوابت. Then the integration formulas are يعني قوانين التكامل هي كالتالي. القانون الأول تكامل ال D U يساوي ال U of X زائد C، يعني تكامل مشتقة الدالة يساوي الدالة زائد ثابت التكامل اللي هو نرمز له بالرمز C. ثانيا تكامل ال A في ال U of X لل DX، يعني تكامل ثابت في دالة بالنسبة للمتغير X يساوي الثابت هنا يطلع خارج التكامل وتساوي التكامل للدالة اللي هي ال U of X بالنسبة لل DX. ثالثا تكامل جمع او طرح دالتين بالنسبة لل DX يساوي هنا التكامل يتوزع على عمليات الجمع والطرح، لذلك راح هذا التكامل توزع على الدالة الاولى وهذا التكامل توزع على الدالة الثانية، فراح يصير تكامل الدالة الاولى بالنسبة لل DX أما زائد أو ناقص تكامل الدالة الثانية بالنسبة لل DX. رابعا تكامل ال U أس N في ال DU يساوي يقصد هنا به تكامل دالة مرفوعة الأس، يعني هاي ال U هي دالة وال N هو constant يساوي الدالة للأس الجديد اللي هو الأس القديم زائد واحد على الأس الجديد زائد C اللي هو ثابت التكامل، وين ال N لا يساوي سالب واحد، يعني من تريد تساوي تكامل الدالة مرفوعة الأس والأس قيمته مو سالب واحد تستخدم هذا القانون، لكن في حالة كون الثابت أو الأس قيمته سالب واحد يعني هنا نفس الصيغة تكامل ال U هي الدالة وال N هو سالب واحد، هنا N هنا هو سالب واحد بالنسبة لل DU يساوي تكامل هنا ال U السالب واحد تحولها تصير واحد على U لأن هنا ال U الأس مالتها موجب، من يصعد للبسط يصير الأس مالتها سالب بالنسبة لل DU ويساوي لن اليو يعني لن المقام زائد سي اللي هو ثابت التكامل. اذا هنا تركز في حالة كون الاس غير سالب واحد تستخدم هذا القانون، في حالة كون الاس سالب واحد تستخدم هذا القانون. خامسا واخيرا تكامل الاي مرفوع لليو بالنسبة للديو، يعني تكامل ثابت مرفوع الدالة يعني بالعكس يساوي تجيب الدالة كما هي الثابت المرفوع للدالة على لن الثابت زائد سي اللي هو ثابت التكامل. تركز على هذا النوع من التكامل، تكامل الإكسبونينشال بالنسبة لليو في الديو يساوي أي تكامل للدالة الإي لازم توفر مشتقة الأس، مشتقة اليو هنا بالنسبة للديو واحد، لذلك التكامل يصير اي اس يو زائد سي اللي هو ثابت التكامل. هسه ننتقل للاكسرسايز. اكسرسايز 1 تكامل 3 اكس تربيع بالنسبة للدي اكس، هذا التكامل يناسب قانون رقم 2 بالتكاملات اللي هو تكامل ثابت مضروب بدالة يساوي
حسب القانون بأنه الثابت اللي هو الكونستنت يطلع خارج التكامل، فالثلاثة راح تطلع خارج التكامل وتساوي تكامل للدالة اللي هي x تربيع بالنسبة للدي اكس. هنا عبارة عن قانون رقم 4، تكامل دالة مرفوعة الأس، والأس قيمته مو سالب واحد، فيساوي هاي الثلاثة اللي هي خارج التكامل، وتكامل الأكس تربيع يصير أكس تكعيب على الأس الجديد اللي هو 3 زائد سي اللي هو ثابت التكامل، ويساوي عندك هنا اختصار، فتبقى أكس تكعيب زائد سي. exercise 2، تكامل الأكس السالب 2 زائد أكس بالنسبة للدي أكس. هذا التكامل يناسب قانون رقم 3 اللي هو تكامل جمع دالتين، فالتكامل هنا راح يتوزع في عملية الجمع، يدخل على الدالة الأولى ويدخل على الدالة الثانية، يساوي تكامل الدالة الأولى بالنسبة للدي اكس زائد تكامل الدالة الثانية بالنسبة للدي اكس. تكامل الدالة الأولى اللي هو عبارة عن دالة مرفوعة الأس غير سالب واحد يساوي x، الأس الجديد يصير سالب واحد لأن الأس القديم سالب 2 زائد واحد يصير سالب واحد على الأس الجديد اللي هو سالب واحد، ينزل هذا الزائد. تكامل الx اللي هو مرفوع الأس واحد، فواحد زائد واحد 2 يصير x تربيع على 2 زائد c اللي هو ثابت التكامل، ويساوي هنا تبسيط x تنزل جوا لأن الأس مالتها سالب يصير سالب واحد على x زائد x تربيع على 2 زائد c. exercise 3، تكامل x مضروب بالجذر التربيعي للx تربيع زائد واحد dx. هنا مثل ما تلاحظ بأنه عندك عبارة عن دالة جذرية، والدالة الجذرية ما لها قانون ضمن التكاملات، لذلك لازم تحولها إلى دالة مرفوعة الأس، فراح يصير تكامل الأكس ينزل كما هو، الأكس تربيع زائد واحد يصير أس نص بالنسبة للدي أكس. هنا عندك عبارة عن دالتين، الدالة الأولى والدالة الثانية بيناتهم ضرب، لكن التكامل ما يتوزع على عملية الضرب، بهالحالة هنا لازم توفر مشتقة داخل القوس، وتعتبر هاي الدالة كأنه دالة مرفوعة الأس، فمشتقة داخل القوس هي عبارة عن 2x زائد 0 اللي هي 2x. الأكس هنا عندك جاهز تقدر تستفاد منه، توفر فقط الثنين، لذلك راح توفر الثنين وتضرب مقلوب الثنين تخليه خارج التكامل اللي هو مقلوب الثنين نص، فراح يصير نص تكامل الثنين أكس في الأكس تربيع زائد واحد أس نص دي أكس. يعني مشتقة داخل القوس هي عبارة عن 2x اللي هاي بالخط الأحمر، معناه المشتقة متوفرة صارت جاهزة، إذن حاليا مباشرة تسوي التكامل. تكامل دالة مرفوعة الأس اللي هو قانون رقم 4 يساوي النص هذا اللي هو برا التكامل ينزل كما هو، وتكامل هاي الدالة تنزل الدالة وترفعها للأس الجديد اللي هو الأس القديم زائد واحد، فيصير نص زائد واحد 3 على 2 على الأس الجديد 3 على 2 زائد سي اللي هو ثابت التكامل. إذا تنتبه لهذا السؤال بأنه لازم توفر مشتقة داخل القوس، توفر المشتقة وتضرب مقلوبها خارج التكامل. exercise 4، تكامل 2 تي زائد تي أس سالب واحد الكل مرفوع الأس تربيع دي تي. هنا مشتقة داخل القوس هي عبارة عن دالة مرفوعة القوس، لازم توفر مشتقة داخل القوس اللي هي قيمتها 2 ناقص تي أس سالب 2،
وهاي مستحيل توفر مشتقة داخل القوس لأن ما عندك فتشي يساعدك على مود توصل للمشتقة، لذلك راح تتجه لغير طريق وهو التبسيط ويساوي التكامل. هنا عندك مربع حدانية يتوزع على الحد الأول والحد الثاني. الحد الأول تربيع يصير 4t تربيع، إشارة الوسط اللي هي زائد 2 في الأول في الثاني، 2 في 2 4، 4 في تي في تي أس سالب 1، التي في تي أس سالب 1 اللي هي قيمتها تي أس صفر اللي هي 1، فواحد في 4 تبقى فقط الأربعة، زائد الحد الثاني تربيع اللي هو تي أس سالب 2 بالنسبة للدي تي. إذا حاليا وصلت بالقانون جمع الدوال، تكامل جمع الدوال، توزع التكامل على الدالة الأولى والثانية والثالثة بالنسبة للدي تي. تكامل الدالة الأولى يصير 4 تي تكعيب على 3، لأن باعتبار 4 يطلع خارج التكامل كونستانت، وتكامل التي أس تربيع يصير تي تكعيب على 3، زائد تكامل الأربعة بالنسبة للدي تي، الأربعة برا التكامل، ويبقى عندك تكامل الدي تي اللي هو تي، فتصير 4 تي اللي هو قانون رقم 1. تكامل يلغي المشتقة فتبقى فقط التي، والأربعة خارج التكامل فتصير 4 تي، زائد تكامل تي أس سالب 2 تصير تي أس سالب 1 على الأس الجديد، زائد سي اللي هو ثابت التكامل. اكسرسايز الخامس هومورك. اكسرسايز رقم 6، تكامل الاكس زائد 3 على الجذر التربيعي للاكس تربيع زائد 6 اكس بالنسبة للدي اكس. مثل ما تلاحظ هنا عندك بالمقام عبارة عن دالة جذرية، لذلك لازم تحولها الى دالة مرفوعة الاس، فراح الاكس زائد 3 تنزل كما هي، هنا يصير الاس مالتها نص، ويصعد يصير اس سالب نص بالنسبة للدي اكس. اذن حاليا هنا عندك تكامل ضرب دالتين، لكن التكامل ما يتوزع على الضرب، لذلك راح تروح للدالة وتشوف مشتقة داخل القوس توفرها. مشتقة داخل القوس هنا هي عبارة عن 2x زائد 6، هنا عندك x زائد 3، على مود توصلها ل 2x زائد 6 راح تضربها ب 2 وتطلع خارج التكامل مقلوب 2 اللي هو نص، ف 2 في x يصير 2x زائد 2 في 3 6، فتوفرت مشتقة داخل القوس للدالة اللي هي x تربيع زائد 6x بالنسبة للمرفوع الأس سالب نص بالنسبة للدي اكس ويساوي. بما انه مشتقة الدالة ومشتقة داخل القوس متوفرة عندك، فمباشرة تكامل النص هذا خارج التكامل ينزل كما هو، دالة مرفوعة الأس فتكاملها الدالة نفسها للأس الجديد اللي هو الأس القديم زائد 1، فسالب نص زائد 1 يصير نص على الأس الجديد اللي هو نص زائد سي اللي هو ثابت التكامل، تختصر النص ويا النص وتبقى عندك فقط هاي الدالة زائد سي. اكسرسايز 7 يبقى هومورك. اكسرسايز الثامن، تكامل الاي اس اكس على 1 زائد 3 اي اس اكس بالنسبة للدي اكس. تبسط التكامل، تتخلص من المقام ترفعه بسط، فيصير تكامل اي اس اكس في 1 زائد 3 اي اس اكس الكل مرفوع الاس سالب 1 بالنسبة للدي اكس. تلاحظ هنا عندك عبارة عن ضرب دالتين، لكن التكامل ما يتوزع على الضرب، لذلك لازم توفر مشتقة داخل القوس بالنسبة لهاي الدالة. مشتقة الواحد صفر، ومشتقة الثلاثة اي اس اكس الثلاثة تطلع برا كونستانت، والاي اس اكس مشتقتها اي اس اكس في 1 فتبقى اي اس اكس،
فتصير المشتقة هي عبارة عن 3 اي اس اكس. فتجي هنا عندك الاي اس اكس وتوفر فقط 3، فراح تضرب بثلاثة وخارج التكامل توفر مقلوب 3 اللي هو 1/3. فهنا مشتقة داخل القوس اللي هي 3 اي اس اكس توفرت ومباشرة تكامل. لكن هنا تركز بأنه الأس سالب 1، ذلك لازم تستخدم للقانون التالي اللي هو تكامل دالة مرفوعة الأس سالب 1، مو الان، الان هنا سالب 1 العفو، فتحولها إلى هاي الصورة اللي هي تكاملها يساوي لن الدالة زائد سي اللي هو الكونستانت. فهنا الثلث ينزل من يعني برا التكامل، هاي كأنه يصير 1/(1+3) اي اس اكس، فمباشرة تكتب لن الدالة زائد سي لان هي الدالة اسها سالب 1، فيصير لن الدالة زائد سي. اكسرسايز رقم 9، تكامل 3 اكس تكعيب في الاي اس سالب 2 اكس اس 4 بالنسبة للدي اكس. هنا كذلك عندك عبارة عن ضرب دالتين، لازم توفر مشتقة الاس بالنسبة للدالة اللي هي الاكسبونينشال. مشتقة الاس هي عبارة عن سالب 8 اكس تكعيب، الاكس تكعيب عندك جاهز، لازم توفر فقط السالب 8 على مود تحصل على مشتقة الأس. تنتبه هنا دالة أسية توفر مشتقة الأس، يعني مو المثال السابق اللي كان عبارة عن مشتقة داخل القوس كنا نوفرها، هنا لا توفر مشتقة الأس. فتجي الثلاثة خارج التكامل وتوفر السالب 8 في مقلوب السالب 8 اللي هي سالب 1/8، فواحد في 3 يصير سالب 3/8. فهنا توفرت مشتقة الأس، فتجي تكامل الدالة مباشرة. تكامل الدالة يساوي هذا الجزء برا التكامل ينزل كما هو، وتكامل الإي أس سالب 2 أكس أس 4 ينزل كما هو. التكامل الإي تنزل الدالة كما هي مع الأس مالتها في حالة توفر مشتقة الأس زائد سي. أخير مثال هو اكزامبل رقم 10، تركز لي على هذا المثال. تكامل الاثنين أس سالب 4 أكس بالنسبة للدي أكس، هنا هذا يناسب قانون رقم 5 اللي هو تكامل ثابت مرفوع الأس، والأس هو عبارة عن دال بالنسبة للدي أكس. هنا على مود تسوي التكامل كأنه نفس الإي، لازم توفر مشتقة الأس اللي هي مشتقة الدالة، فمشتقة الأس هنا هي سالب 4، فراح تضرب بسالب 4 وخارج التكامل مقلوب السالب 4 اللي هي سالب 1/4. فهنا توفرت مشتقة الأس، يعني نفس الإي، تعامل الثابت مرفوع الدالة نفس الإي، فتوفرت المشتقة، فقط تبقى تكامل السالب 1/4 ينزل كما هو. والتكامل حسب القانون بأنه تنزل الثابت لمرفوع الأس كما هو على لن الثابت زائد سي، فهنا تنزل الثابت لمرفوع الأس كما هو، يعني نفس الإي، شلون الإي هنا وفرت مشتقة الأس ونزلت كما هي بالتكامل. هنا كذلك تنزل 2 أس سالب 4 أكس على لن الثابت اللي هو لن 2 زائد سي. انتهى الاكسرسايز العاشر.